في امراض القلب والاوعيه الدمويه، واستشاري اسطره القلب، عضو وعضو الجمعيه الاوروبيه لامراض القلب. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. دكتور، كنا عايزين نعرف ايه دور اللي بيلعبه الكوليسترول في امراض القلب والاوعيه الدمويه؟ الحقيقه الكوليسترول ليفل او مستويات ارتفاع الكوليسترول والدهونيات في الدم، مش عاوز اكون متجاوزه، كنت اقول اهمها، احنا هنقول من اهم العوامل اللي بتؤدي الى ضيق وتكلسات واعراض الشرايين التاجيه، اللي هي بتبدا من مجرد اعراض بالنهجان وبالام الصدر بالدوخه بالعياء العام، الى انها لا قدر الله قد تتطور في الحالات الحاده الى أشكال مهددة للحياة، حدوث جلطة قد تهدد الحياة وقد تقضي على عضلة القلب، قد تحدث توقف لعضل القلب. الحقيقة احنا مش بنخوف الناس بقدر ما بنبصرهم بالمشكلة، بنحاول اننا نبصر الناس بانه الكوليسترول، حضرتك لما بتروح للدكتور بيحاول ان يقول لك تاكل ايه وما تاكلش ايه، حاول انك تسمع لدكتورك كويس حتى لو هو مليان شويه، انا مثلا مليان شويه بس لازم اقول صح للبيشنتس بتوعي، للمرضى بتوعي، حاول اقول له اكل ايه وما اكلش ايه، واحاول اوصل له المعنى المهم قوي، ان في ناس كتير ممكن يكون ما بياكلش دهنيات كتير لكن طبيعه جسمه لخلل جيني ما او لامراض عضويه اخرى بتخلي فيه ارتفاع في نسبه الكوليسترول. فاهم حاجه يبقى عارف انه مش بس الاكل ده، بالعكس في معظم الناس اللي عندهم مشكله في الكوليسترول بيكون نتيجه خلل جيني او لامراض اخرى هي اللي بترفع الكوليسترول. الكوليسترول ده رقائق من الدهون بمرور الوقت بتترسب على جدران الشريان وبتعمل عمليه ضيق تدريجيه لغايه ما طبعا بتعمل اعراض زي ما قلنا سابقا، لكن في مرحله معينه ممكن يحصل قطع في الجدار الداخلي للشريان ويبدا يحصل مضاعفات الاعلى والاخطر اللي هي جلطه القلب او الذبحه الصدريه او لا قدر الله السكته المفاجئه لعضله القلب. فمن فضلك اظبط دهونك في الاكل واسمع كلام دكتورك، ولو قال لك امشي على علاج للدهون مدى الحياه، لو سمحت امشي على علاج دهون مدى الحياه، لانك مش هتشتكي من ان دهون عاليه. حد فينا لو جاله التهاب في الزور او حراره او حاجه هيبقى عارف ان عنده حاجه، هياخد منخفضات حراره وموضوع هيخلص. انت مش بتشتكي من الكوليسترول، ممكن يكون اول عرض لمشكله الكوليسترول لا قدر الله بكارثه، فلازم تسمع راي دكتورك في الموضوع. تمام، اكيد. ايه الاعراض اللي بتشير الحقيقه اعراض؟ احنا كنا يمكن في سيشن تاني كنا النهارده فيه في المؤتمر عن الاعراض، اعراض طويله عريضه، لكن هنعوز نبسطها للناس. العرض المرتبط بالمجهود هو العرض المهم جدا لينا كدكاتره قلب. يعني بقول للمريض انت لو بتمشي 3 4 كيلو ما بتحسش بالم، وبعدين بعد فتره بقيت تمشي كيلو متر واحد تحس بالم، ده عرض. لو انت بتطلع 3 4 ادوار سلم ما عنديش مشكله، لكن في الدور الاول او الثاني بدات احس بالم في الصدر، ده عرض. طبعا الالم ما هوش العرض الوحيد للقلب، في حاجه اسمها الامراض الشرايين التاجيه اللي احنا يمكن بصددها اكتر بنتكلم عنها، فيها حاجه اسمها مساويات الالم، اللي هو الاجهاد العام، النهجان الغير مفسر، الدوخه الغير مفسره، احيانا بتكون دي احد الاعراض المساويه لاعراض الم القلب. فمن فضلك لو انت مش بتحس بالم في القلب مش معناه ان ما عندكش مشكله لو انت عندك الاعراض الاخرى. طبعا ممكن الاعراض دي تبقى من قولون، لو انت حاسس بضيق في نفس، من انيميا، من سمنه، من، فرجاء رجاء اللي يحدد لك ده الدكتور. لو انت عندك اي عرض ما تقولش لا انا النهارده اكلت كتير، اضحك على نفسي وادفن راسي في الرمل، لا اروح للدكتور وان شاء الله يطمنك، لكن لو في حاجه نحاول نلحقها من الاول. الالام بتاعت القلب بس سريعا، مكانها احنا قلنا كيفيتها، لكن مكانها عاده بتبقى في منتصف الصدر، تقل، ممكن يسمع في الناحيه الشمال، احيانا بيسمع للرقبه وللجو للفك السفلي، وده اكتر يمكن عند السيدات. السيدات ده انا دايما بقول الستات احسن مننا، حقيقي مش مجامله، هم حمولات قوي، فكون السيده تشتكي معناها انها وصلت لمرحله عاليه من المشكله. والامهم في احيان كتير ما بيبقاش بنسميه تيبيكال، في الم تيبيكال اللي هو الحقيقي او المثالي اللي في الكتاب، لا، ممكن السيده جالها الام في الكتاف متفرقه، جالها اعياء، دوخه عارضه، الام عند الفكين، الام في الكتف من ورا، احيانا بتكون دي الام قلب. برضو هنرجع نقول احنا مش بنقلق الناس بقدر ما بنبصرهم، لو في حاجه زي كده خلي دكتور القلب اللي بتتابع معاه هو اللي يقول لك ان الموضوع ملوش علاقه، ممكن تكون مشكلات في العضلات او ما شابه، لكن خلي الدكتور هو اللي يقول كده. ميرسي جدا لحضرتك، مشرفنا. اشكر حضرتك، ميرسي، الشرف ليا.